مساء الخير. الكتاب بيقول ادخل أبوابه بحمد ديره بالتسبيح، فتعالوا كده نعمل الوصية الكتابية دي، تعالوا ناخد دقيقة كده نسبح ربنا قبل ما نبتدي نقول كلمات ترانيم حافظينها. تعالوا يعني من كل قلوبنا نسبح ربنا بكلماتنا الشخصية، كأنه دي الكلمات اللي جواك، ده التسبيح اللي جواك اللي عايز تقوله لربنا. أمين. يا رب انت مستحق التسبيح، يا رب انت عظيم، انت قدير، نتوجك تعبدك قلوبنا يرفعك سجودنا يا لذلك تسبيح ولتبني عرشك بيت ولتبني عرشك بيننا ولتبني عرشك بيننا تعالى ولتبني عرشك ولتبني عرشك بيت ولتبني عرشك بيننا ولتبني عرشك بيننا روح الله تعالى الآن. لينا موعد النهاردة ان احنا نوجد في محضر الله، عشان كده عايزين نتشجع في بداية اجتماع الصلاة. جي النهاردة نقعد قدام الرب، جي النهاردة نطلب الطلبات اللي على قلبه، جيين معا ان احنا نتحد في طلبة واحدة رب يحطها جوه قلوبنا النهاردة ونسألها ونأخذها منه. عشان كده شجعنا نقرب من بعض اكتر. لو نافع الناس اللي قاعدة ورا تتحرك قدام، الناس اللي على الجناب تتحرك، بص على اللي جنبك اتعرف عليه، ده اللي زميلك في الصلاه النهارده هتتحد بيه، وزميلتك اللي في الصلاه هتتحدوا ببعض النهارده. عايزين فعلا واحنا بنقول له تعالى ابني عرشك بيننا نكون جايين فعلا، واحنا عايزين نسمح له في قلوبنا ان يكون ليه عرش في وسطينا. الكتاب بيقول على لسان يسوع المسيح في لوقا 11 وعدد 9: وانا اقول لكم اسالوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. فمن منكم وهو أب يسأله ابنه خبزا أفيعطيه حجرا، أو سمكة أفيعطيه حية بدل السمكة، أو إذا سأله بيضة أفيعطيه عقربا. وبعد كده بيقول فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري
الآب الذي من السماء يعطي الروح القدس للذين يسألونه. لينا موعد النهاردة مع الروح القدس، لينا موعد لأن الله وعد به، لأن يسوع وعد به، إن احنا طلبنا من أبونا السماوي وهو يعطي مش بس عطايا لكن يعطي نفسه الروح القدس. كده ارفع قلبك، هم ضعينا كده وارفع قلبك في صلاة إيمان، قول يا رب أشكرك يا رب فعلا من أجل الروح القدس المعطى لينا. نقدر نسألك يا رب فعلا يا رب يقين جديد إن احنا كل باب هنخبط عليه هتفتح، إن احنا لما نطلبك أنت هنجدك، إن احنا يا رب لما نسألك أنت هتكون موجود في وسطنا. نشكرك يا رب فعلا من أجل تنازلك وتواضعك يا رب في وسط شعبك، نشكرك من أجل ملكوتك يا رب اللي أنت ابتديته يا رب في وسطنا بالصليب وبالقيامة. نشكرك يا رب أنت حاضر في وسطنا النهاردة بالروح القدس. ادينا ان احنا نسبحك ونعبدك ونقدم ليك ذبيحة التسبيح اللائقة باسمك. ادينا يا رب احنا نطلب الطلبات اللي ما هي على قلبك النهاردة. وحدنا فيك في اسم يسوع المسيح، امين. مستحيل ان تاخذ المجد القدرة والكرامة قد ذبحت فديتنا بدمك نحبك. مستحيل مستحيل أن تأخذ المجد القدرة والكرامة قد ذبحت واشتريتنا فديتنا بدمك نحي. فوق كل قوة يا يسوع، فوق كل قوتي ورياستي، فوق كل اسم وسيادتي، أنت قائم جالس في السماوات تخضع لك كل الأشياء. فوق كل قوتي ورياستي، فوق كل اسم وسيادتي، أنت قائم جالس في السماوات تخضع لك كل الأشياء. فديتنا بدمك نحي. مستحيل وحدك، مستحيل أن تأخذ المجد القدرة والكرامة واشتريتنا فديتنا بدمك نحبك. مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد، مستحق أيها الرب أن تأخذ الكرامة، مستحق أيها الرب أن تأخذ القدرة، مستحق أيها الرب أن تأخذ السلطان للأبد للأبد.
لأنك ذبحت واشتريتنا، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل شعب وأمة ولسان، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل شعب وأمة ولسان. مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد، مستحق أيها الرب أن تأخذ الكرامة، مستحق أيها الرب أن تأخذ القدرة، مستحق أيها الرب للأبد 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 للأبد. مستحق مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد، مستحق أيها الرب أن تأخذ الكرامة، مستحق أيها الرب أن تأخذ القدرة، مستحق أيها الرب أن تأخذ السلطان للأبد 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 للأبد. هفضل أغني وأقول أنا بحبك يا يسوع على طول، للأبد هفضل أغني وأقول أنا بحبك يا يسوع على طول. هو ده مالكي مالكي، لا أني وأنا عبدي أسير، مالك قلبي خلاني أمين. هو ده مالكي يسوع، ملكي مالكي للأبد للأبد. هفضل أغني وأقول أنا بحب يا يسوع على طول، للأبد هفضل أغني وأقول أنا بحبك يا يسوع على طول. هو ده مالكي لأني وأنا عبد أسير، لأني وأنا عبد أسير، مالك قلبي خلاني أمين. هو ده مالكي يسوع ملكي مالكي. رب أشكرك يا رب لأنك ملكي، لأنك رب لقيتني وأنا عبد أسير، رب أنك ذبحت واشتريتني بدمك رب، فبقيت ابنك يا رب وأقدر أقف قدامك كل وقت
فأقدر أقف قدامك يا رب في كل ظروف في كل أحوالي يا رب، وأقول لك إنك ملكي، وأقول لك إنك مستحق التسبيح، لأنها يا رب مش متوقفة على حالتي، مش متوقفة على أدائي، لكن يا رب متوقفة على أنا مين فيك. أنا ابنك وإنت إلهي وإنت ملكي، إنت أبويا. برفع إليك تسبيحي طول ما أنا موجود، يا مالكي يا إلهي رب الوجود، عالي في عيوني يا إلهي طول الحياة، اسمك العالي بيحرر ويفك قيود. برفع إليك تسبيحي طول ما أنا موجود، يا مالكي يا إلهي رب الوجود، عالي في عيوني يا إلهي طول الحياة، اسمك العالي بيحرك ويفك قيود، وصوتي ليك هيعلى كل أيامي، ده أنت فرح قلبي وأنت سلامي، وصوتي ليك هيعلى كل أيامي، ده أنت فرح قلبي وأنت سلامي، أفرح سماوية في حضور بتغمر قلبي، كفاية إنك معايا وإنت. برفع إليك تسبيح، برفع إليك تسبيحي طول ما أنا موجود، يا مالكي يا إلهي رب الوجود، عالي في عيوني يا إلهي طول الحياة، اسمك العالي بيحرر ويفك. برفع إليك تسبيح، برفع إليك تسبيحي طول ما أنا موجود، يا مالكي يا إلهي رب الوجود، عالي في عيوني يا إلهي طول الحياة، اسمك العالي بيحر ويفك يود، وصوتي ليك هيعلى كل أيامي، ده أنت فرح قلبي وأنت سلامي، وصوتي ليك هيعلى كل أيامي، ده أنت. قولوها لوحدكم من غير المنبر، وصوتي ليك هيعلى، وصوتي ليك هيعلى كل أيام، ده أنت فرح. علي صوتك، وصوتي ليك هيعلى كل أيام، ده أنت فرح قلبي وأنت سلامي، أفرح سماوية في حضور بتغمر قلبي، ده كفاية إنك معايا وأنت رب. أفرح سماوية، أفرح سماوية في حضورك، ده كفاية إنك معايا وإنت مالكي يا مالكي، قدامك نطرح فيا مالكي يا مالكي، وحدك صاحي مالكي، وحدك صاحب السلطان، إلهي ملكك أبدي، وعظيم اسمك في الجبروت، قدامك تهرب بعيدا ويسر لينا الملكوت، مالكي يا مالكي قدامك بتراح في الأسرار، كلامك سيف ذي حد بينور أقسى القلوب ويغيرها في غمضة عين، مالكي يا مالكي بتراح ديان، مالكي يا مالكي وحدك صاحب السلطان، التايه
عندك صاحب السلطان، ما في زي عمل ايديك ولا في زيك إله. هقضي حياتي اسجد لي، انت العالي وانت الله. مالكي يا مالي بطرح تيجان، مالكي يا مالكي وحدك صاحب السلطان، وانا ليها خان وانت الاله. قلوب الملوك في ايدك جدول المياه، وانا ليها خان وانت الاله. قلوب الملوك في ايدك جدول المياه، ملك
بمغربها اسمك مسبح يا إلهنا من مشرق الشمس لمغربها اسمك مسبح يا قلوب الملوك قلوب الملوك جدول بها في يد الإله يجري ما يرى قلوب الملوك في يد الإله يجري ما يرى وأنت الرب القدير سريعا في وقتي سوف يصير من مشرق الشمس لمغربها اسمك مسبح يا إلهنا من مشرق الشمس لمغربها اسمك مسبح يا إلهنا وحدك قوي يا رب الجنود وحدك عظيم مالك يسوع يا رب الجنود وحدك عظيم مالك يسوع ملكك السماء وأيضا الأرض وكل الخليقة تعطيك السجود من مشرق الشمس لمغربها اسمك مسبح يا إلهنا من مشرق الشمس لمغربها اسمك مسبح قلوب الملوك قلوب الملوك جدول مياه في يد الإله يجري ما يرى جدول مياه في يد الإله يجري ما يرى ومهما يقول الرب القدير سريعا في وقته سوف يصير من مشرق الشمس لمغربها اسمك مسبح يا إلهنا من مشرق الشمس لمغربها اسمك مسبح يا إلهنا خلال الوقت الجاي ده كل اتنين تعالوا نسبح ربنا بكلماتنا الشخصية. احنا كنا بنقول انا ليه اخاف وانت الاله. عايزك تقول الكلمات دي، قوله انا مصدق فيك، مصدق ان انت صاحب السلطان وحدك، ان انت صاحب القدرة وحدك، ان انت ليك الكلمة والاولى والاخيرة. Thank you.
مبارك الملك الآتي باسم الرب. 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 سيأتي 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 قريبا. سيأتي سيأتي سريعا. سيأتي سيأتي قريبا. سيأتي سيأتي سيملك علينا. سيملك سيملك علينا. سيملك سيملك علينا. سيملك سيملك علينا. سيملك سيملك. مبارك الملك الآتي. مبارك الملك الآتي باسم الرب. 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 ستكملك ستملك سيملك علينا. سيملك سيملك علينا. سيملك سيملك علينا. سيملك سيملك. ترتفع الأبواب الدهريات. ترتفع الأبواب الدهريات. سيدخل مالك المجد. ترتفع الأبواب الدهرية. سيدخل مالك المجد. ترتفع الأبواب الدهرية. سيدخل مالك المجد. ترتفع الأبواب الدهرية. من هو هذا مالك المجد؟ رب الجنود هو مالك المجد. من هو هذا مالك المجد؟ يسوع المسيح هو مالكنا. من هو هذا مالك المجد؟ رب الجنود هو مالك المجد. من هو هذا مالك المجد؟ يسوع المسيح هو. ترتفع الأبواب. ترتفع الأبواب الدهرية. فيدخل مالك المجد. فيدخل مالك المجد. ترتفع الأبواب. ترتفع الأبواب الدهرية. ترتفع الأبواب الدهرية. فيدخل مالك المجد. أصنى 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 ليسوع. أصنى أصنى لمالك الملوك. أصنى
ترتفع الأبواب، ترتفع الأبواب الدارية، فيدخل ملك المجد. ترتفع الأبواب الدارية، ترتفع الأبواب، ترتفع الأبواب الدارية. هو مالكنا. ترتفع الأبواب الدهرية فيدخل. أمين يا رب، بنرحب بيك ملك متواجد وسطينا. ترتفع الأبواب الدهرية فيدخل. ترتفع الأبواب الدهرية، ترتفع الأبواب الدهرية، فيدخل مالك المجد. ترتفع الأبواب الدهرية فيدخل مالك المجد. أصنى 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 ليسوع، أصنى أصنى لمالك الملوك. أصنى 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 ليسوع، أصنى أصنى لمالك الملوك. أصنى 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 ليسوع، أصنى أصنى لمن ترتفع الأبواب. ترتفع الأبواب الدهرية فيدخل مالك المجد. ترتفع الأبواب الدارية فيدخل مالك المجد. ترتفع الأبواب الدارية فيدخل مالك المجد. ترتفع الأبواب الدارية. يا رب ترتفع الأبواب من وجهك يا رب، وتدخل يا رب فسطينا ملك متوج يا رب، وتاخد كل مجد وكل كرامة. نشكرك يا رب فعلا انه انت هو ملك المجد. نشكرك يا رب فعلا انت تدعونا الى المجد. نشكرك يا رب فعلا من اجله ان اولادك يا رب مش فقراء، اولادك يا رب مش مطروحين، ان شعبك يا رب فعلا مش جاي هنا صدفه. مفيش حد فينا جاي على الارض دي صدفه، لكن انت يا رب عندك دعوه للمجد. واحنا النهارده يا رب نتحد بالهنا ملك المجد الذي لا يقف امامه اي قدره ولا اي سلطان ولا اي رئاسه اخرى. النهارده جايين يا رب نعبدك ونسجد ليك ونطلبك، جايين يا رب نصدق في شخصك. عشان كده تعالى في وسطنا يا رب في الوقت ده، كمل معانا اللي انت ابتديته، اصنع في وسطنا بحسب مقدارك انت في المجد والعزه والسلطان. امين امين. تفضلوا استريحوا. الكتاب بيقول كده في رساله بولس الرسول لاهل افسس الاصحاح الاولاني وعدد 3: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح. الرب باركنا بكل بركة روحية في السماويات. إلهنا مش بخيل، إلهنا مش بينقط علينا، إلهنا مش القاعد كحجر صنم، لكن هو الإله الذي يتفاعل، إله دايناميك بيتواصل مع شعبه. ومش بس كده، لكن هو يبارك بكل بركة، وهي دي النعمة. النعمة أنه يدي كل ما عنده بلا مقابل. عشان كده ده انتظارنا،
وده انتظار كل واحد فينا من أولاده. الكتاب بيقول كده في بطرس، رسالة بطرس الثانية العدد الأولاني وعدد ثلاثة، بيقول كما أن قدرته الإلهية قد وهبت لنا كل ما هو للحياة والتقوى. يعني قدرة الله ادتنا كل ما نحتاجه، كل ما يعوزنا للحياة والتقوى. إزاي؟ بمعرفة الذي دعانا بالمجد والفضيلة يسوع المسيح. مش كده احنا لينا أن نقف في هذا المكان، مكان القوة، مكان الغلبة، مكان اللي احنا عارفين احنا أغنياء بيه، مكان ملك المجد اللي جاي فيه فوسط أولاده. مش كده مش عايزين نكمل اجتماع الصلاة وحد فينا مش مليان بهذا الإيمان؟ مش كده عايز أدعوكم نقف واحنا في أماكننا، اقف كده وارفع عينك وارفع عينك على إلهنا الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات، الذي دعانا وهو دعا كل واحد فينا ودعانا وقد وهب لنا كل ما هو للحياة والتقوى في المسيح يسوع. النهاردة ادخل وانت ذهنك مغسول بدم يسوع المسيح، كل فكر في ضعف، كل فكر في ان انت مربوط في حتة معينة، كل فكر ان انت مش قادرة تتواصلي مع الله. نشكرك يا يسوع المسيح من أجل بركة جديدة لينا في هذا اليوم. نشكرك أنت غسلتنا، أنت أقمتنا لنكون يا رب حراس على هذه الأسوار. نشكرك يا رب أن مفيش حد من أولادك يا رب مطروح خارج هذه البركة، لكن البركة يا رب هي لحياة كل واحد وكل واحدة من أولادك، ليك وحدك كل ما يدخلينا. نهتف معاه معا وإحنا بنقول كده: الذي أحبنا وقد غسلنا هو أقامنا ملوكا وكهنا، له المجد في وسطنا. احنا لينا دور ان نقف في هذا المكان. عشان كده خلينا نقول احنا بنسبح هذه الكلمات: ارفع عينك على يسوع المسيح، ارفع قلبك، ارفع ايمانك النهارده، اطرح عنك كل غطاء، يطرح عنك كل غطاء يا رب في اسم يسوع المسيح. كل واحد ليه سقف النهارده يرفع، وانا بشجع كل اللي بيتحدوا معانا في التلفزيون او على الانترنت، ارفع الغطاء كده من على ذهنك وقول معنا هذه الكلمات: يسوع الذي احبنا وقد غسلنا واقمنا ملوك وكهنة. نشكرك يا رب لأنك أنت حاضر في وسطنا. الذي أحبنا وقد غسلنا وجعلنا ملوكا وكهنا لله، له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين. أحبنا الذي أحبنا كتاب. يقول كده في رسالة أفسس صحاح السادس وآية 12:
فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء، مع السلاطين، مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. في صراع روحي وإحنا موجودين فيه باختيارك أو بدون اختيارك. لو اخترت أن أنت تقف في المكان الصح هتقف في مكان الغلبة، لو لم تختار أنت هتكون تحت هذا الضغط. عشان كده الكنيسة مدعوة أنها تقف في هذه المواجهة بحسب الإيمان اللي يسوع المسيح يعطيه لنا. إحنا بننادي بصوم بقالنا أسبوع لمدة 3 أسابيع لغاية يوم عيد القيامة، لأن إحنا عايزين منتظرين الله في هذه الأيام إن هو يجي ينير كنيسته بحضوره، يدينا وقت فيه الكنيسة فعلا تكون حاضر فيها الله، حاضر فيها يسوع المسيح بشكل مجيد. كده عايزين نطلبه بكل قلوبنا وبصايمين، لأن إحنا فعلا ده تضرع، ما عندناش بديل لكده. وأيضا عايزين نصلي من أجل إنه كل مقاوبا عدو الخير على أولاده على كنيسته الرب يربطها، والكنيسة يكون ليها سلطانها تربط كل مقاوم من عدو الخير. وفي نفس الوقت عايزين نصلي من أجل إن الأيام اللي جاية دي يكون فيها إعلان حقيقي عن صليب يسوع المسيح المقام في وسطنا. عشان كده إحنا بنقيم صوم ونقيم صلاة، لأن في مواجهة ضد عمل الله، ملكوت الله في ملكوت عدو الخير بيقاومه. عشان كده إحنا النهاردة عايزين نقف ضد هذه المقاومة. من ضمن الحاجات اللي عدو الخير بيقاومها في وسطينا هي روح الصلاة، إن الصلاة مطفية جوانا. إحنا بنصلي لما بيبقى قادرين نشوف هو اللي هنطلبه ده هناخده ولا، أو بنصلي بدون إيمان لأنه ما عندناش حل تاني، بنصلي إحنا مزنوقين. لكن الله عايز يضع في كنيسته روح صلاة، روح تمخض. روح صلاة يعني أنا من جوايا ملتصق بالسماء، والكلام ده مش لناس معينين يصلوا، لكن لكل شعب الله. مش كده الكلام ده ليك وليكي، إن أنت مدعو إن أنت تكون في تواصل مع السماء. الرب يضع فيك روح جديدة من الصلاة، روح جديدة عكس اللي عدو الخير عايز يحطه جواك، إن أنت مفيش صلاة، في مقاومة على كل وقت أنت عايز تصلي فيه وترجع فيه وتقعد فيه قدامه. لكن عايزين نقف ضد هذه الروح، وعايزين نقف ونقاوم هذه الروح، ونسأل روح جديدة للصلاة تيجي على أولاد الله وعلى الكنيسة مع بعض. مش كده عايز نطلب من كل اتنين جنب بعض، صلوا كده مع بعض، قولوا يا رب فعلا أنا أصلي مع أخويا ضد كل مقاومة لروح الصلاة، وأسكف وسطينا روح صلاة جديدة في هذه الأيام. تعال بروح صلاة إحنا منعرفهاش، تعال بروح جديدة من عندك أنت، تعال مش بالصلاة اللي تتكتم عندي، مش الصلاة اللي تاخد 2-3 دقايق وتخلص، لكن ننتظر من عندك أنت صلاة جديدة، روح صلاة جديدة، روح القدس حطها في وسط الكنيسة. في اسم يسوع المسيح إحنا نصلي من أجل تجديد لعملك يا رب في وسطينا، كنيسة مصلية، كنيسة قادرة تتحد باللي على قلبك، كنيسة قادرة تشوف اللي في السماء فتقدر أنها تعاين هذا المجد وتطلبه ليكون على الأرض أيضا. نشكرك يا رب فعلا من أجل أنت حاضر في وسطينا لكي ما تغير، لكي ما تبدل وتعطينا ما لنا. أربط أنت كل مقاومة، أربط أنت كل سلطان ليس من عندك أنت، فك كل قيد محطوط على أرواحنا وعلى الكنيسة في بلدنا لكي ما تعرف أن تصلي. سموات مفتوحة يا رب فعلا نصلي تشجعنا على الصلاة، روح تواضع جوانا خلينا نركع ونطلب، رؤى من السماء على الشباب وعلى أولاد وعلى الكبار تخلينا قادرين نتمسك باللي لنا، مجد جديد تعلنه في وسطينا فنعرفش نخرج من بره محضرك. روح صلاة جديدة نسأل يربط عدو الخير عن حياة كل واحد وعن حياة الكنيسة. خلينا نتحد باختنا الدكتورة ليليان صبحي وهي بتقودنا في الصلاة دي.
صلي من أجل روح صلاة جديدة، روح تشفع جديدة ضد كل مقاومة عدو الخير. خلينا نتحد بليلين. يا رب بنحبك يا رب، لسه جاية تقول لك يا رب إنه إحنا بجد بنحبك. بنصلي يا رب إنه الأيام دي يا رب أنت تشعل قلوبنا يا رب بصلوات يا رب لا تنطفئ يا رب، مش صلوات فيها طلبات لكن صلوات فيها شركة معاك يا رب، فيها حوار مستمر يا رب معاك، فيها رب نقرب من قلبك يا رب ونشوف جمالك يا رب، وعينينا يا رب تتملي بحلاوتك، فقلوبنا يا رب تولع بصحيح يا رب، وتقولك يا رب اسكب جوانا اللي مالي قلبك. عايزين نصلي يا رب لقلبك انت منشغل بيه. بنصلي يا رب ان الايام دي الكنيسة تقف في مجلس الرب لترى وتسمع اللي الاب والروح القدس واليسوع بيتكلموا بيه وبيشيروا بيه يا رب. عايزين نكون في شراكة معاك يا رب، عايزين الايام دي الكنيسة عروستك اللي وسط ارض مصر يا رب تحل في الارض كل ما هو محلول في السماء، وتربط يا رب في الارض كل ما هو مربوط في السماء. يا رب بنصلي انه كنيستك في الايام دي تكون مكان التقاء يا رب، بي انت تيجي تقبل ارضنا، بي انت تيجي يا رب يا رب، وتجد ليك مكان راحه وسط ارضنا يا رب. اشعل قلوبنا، ادرم يا رب، ادرم في قلب كنيستك يا رب صلوات لا تنطفئ باسم الرب يسوع، امين أمين. دي أيام نسترد فيها لينا، نسترد فيها روح صلاة جديدة، نسترد فيها أراضي كتير عدو الخير عايز سلبها وعايز يقيمها عنده، لكن احنا النهاردة نقف ونسترد روح الصلاة من جديد. خلينا نقف مع بعض ونقول هذه كلمات: حقك ده في أراضينا هيعلى ويعلى جلالك وسط الكون في اسم يسوع المسيح. وانت بتقول هذه الكلمات قولها بإيمان وبيقين، واسترجع لحياتك انت، واسترجع لكنيستنا روح صلاة جديدة في هذه الأيام. حقك ده في أراضينا هيعلى ويعلى جلالك فوق الكون، مجدك ده في وسطينا هيظهر بك رح نهدم كل عصو. حقك ده في أراضينا هيعلى ويعلى جلالك، مجدك ده في وسطينا هيظهر بك رح نهدم كل عصو. يلي ليك كل الأرض وبنرفع لك التسبيح، نعلن عن نصرتنا فيك هي في دم المسيح. يلي ليك كل الأرض وبنرفع لك التسبيح، نعلن عن نصرتنا فيك هي في دم المسيح. داخلين نهتف وبأغانينا، داخلين حربنا بالتسبيح، نعلن قوة دم فدينا وقوة الجنب. داخلين نهتف وبأغانينا، داخلين حربنا بالتسبيح، نعلن قوة دم فدينا وقوة الجنب الجريء. يلي ليك كل الأرض وبنرفع لك التسبيح، نعلن عن نصرتنا فيه هي في دم المسيح. يلي ليك كل الأرض وبنرفع لك التسبيح، نعلن عن نصرتنا فيه هي في دم المسيح. لا تغنوا في الشعوب، انهضوا كل الأبطال، ده الرب في وسطنا مهوب ليه العزة والجلال. نادوا غنوا في الشعوب، انهضوا كل الأبطال، ده الرب في وسطنا مهوب ليه العزة والجلال. يلي ليك كل الأرض وبنرفع لك التسبيح، نعلن عن نصرتنا فيه هي في دم المسيح. يلي ليك كل الأرض وبنرفع لك التسبيح، نعلن عن نصرتنا فيه هي في دم المسيح. أمين. تفضلوا استريحوا. أمر تاني: عدو الخير سلبوا من وسط الكنيسة، وفي مقاومة أنه نسترجعه. هي وحدة الكنيسة ببعضها، أنها تكون كنيسة واحدة لها رؤية واحدة، لها إله واحد، لها رسالة واحدة، تتحد معا. وكل ما نرجع ونتحد مع بعض ككنيسة واحدة، كل ما الله يعلن نفسه. دي كلمات الرب اللي عايزين نصليها وتكون دافع لينا في الصلاة وإحنا بنطلب الطلبة الجاية. المسيح في الصلاة في يوحنا 17 بيقول هذه الكلمات، هو بيكلم الآب في 17:21، يقول يكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآب فيا وأنا فيك، ليكونوا هم أيضا واحدا فينا
ليؤمن العالم أنك أرسلتني، وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحدا كما أننا واحد، أنا فيهم وأنت فيا، ليكونوا مكملين إلى واحد. عمال يكرر كلمة واحد، واحدا واحد واحدا، وزي ما إحنا هم يكونوا إلى واحد. وليعلم العالم أنك أرسلتني وأحببتهم كما أحببتني. ما فيش طلبة أغلى من هذه الطلبة على قلب يسوع المسيح. لو غمضت عينك كده وانت في مكانك كده، قول له يا رب افتح قلبك وريني قد ايه الطلبة دي غالية على قلبك. ربنا حوري لك انه ما فيش طلبة أغلى من دي، انه يرى شعبه متحد، يرى شعبه بيمارس هذه العلاقة والوحدة بينه وبين بعض زي ما الآب والابن روح قدس متحدين. مش كده احنا عايزين نصلي ضد كل مقاومة عدو الخير قايم بيها ضد وحدة الكنيسة. عايزين نصلي كل أربعة مع بعض، عايزين نعمل كده علامة كده مع بعض، ان احنا كل أربعة امسك ايدين اللي جنبك، فلك كل أربعة يمسكوا ايدين بعض، علامة وحدة. احنا مش متعودين على مسك الايدين، لكن وانت بتمسك ايديك كده كأنك بتمد ايدك لإخواتك اللي مش موجودين معانا النهاردة، وبتمسك ايده في الروح وبتقول له احنا متحدين. وخلينا نصلي ضد كل مقاومة، كل مقاومة، كل مقاومة عدو الخير بيقاوم فيها بعدم المحبة، بالتحزب، بالأفكار الخاطئة، بالأكاذيب، بالأنانية، بكل كرامة وكبرياء. نادي على الكنيسة ونادي على الله واسأل النهاردة يا رب وحدة جديدة في وسطنا. اكسر انت كل غي موجود وكل رسالة خاطئة وكل كذبة. انهي عصور وقرون الظلمة والتفرقة. يأتي زمن الوحدة في وسطنا، في بلدنا وفي الكنيسة في العالم. شعب واحد، رؤية واحدة، حب واحد، صبغة واحدة ولون واحد في اسم يسوع. يا رب ما فيش حل غير ان كنيستك تقف واحد يا رب، ملاش سكة تاني. مش خدام ممسوحين ولا وعظات حلوة ولا اجتماعات في كنايس نهضة، لكن كنيسة واحدة. ليعلم الجميع انك ارسلتني واحببتهم كما احببتني. هي دي يا رب المفتاح، وده المفتاح لكنيستك مش هتقعه. في اسم يسوع المسيح، في اسم يسوع المسيح. أنا كنت أقول لتبني على الشرطة، بس عندك حاجة تانية؟ مش أنت قلت أنا قلت لتبني على الشرطة. ممكن نقف من فضلكم، ممكن نقف وإحنا واقفين هنصلي مع بعض. الأمر ده مش هيحصل بسبب طلبة بتتقال يوم الاثنين، لكن الأمر ده هيحصل لو اتولد هذا اليقين في قلوب كل واحد من أولاد الله. مش كده وانت واقف قدام ربنا كده ارفع قلبك، قول يا رب أنا هاخد عهد أن أصلي من أجل وحدة الكنيسة بقية الأيام. ارفع ايدك كده قدام ربنا، قول يا رب فعلا أنا عايز عهدك ان مفيش يوم الشمس هتغرب فيه وانا مش شايف هذا الامر غالي على قلبي وهطلبه كاني اكتر ما بطلب لحياتي واكتر ما اطلب لاخواتي واكتر ما اطلب لعيالي. يا رب اشكرك يا رب ان انت اديت المفتاح يا رب ان الناس تعرفك، هي ان الكنيسه تكون واحد. يا رب اشكرك ان اديت المفتاح ان السماء تيجي على الارض، ان احنا نكون واحد. اشكرك يا رب ان انت عايز تيجي، ان انت عايز تعلن حبك. أشكرك أن الشعب اللي عايش يا رب في الظلمة سيرى نور لما الكنيسة تبقى واحد. تعال أسكن في وسطنا ملك وسيد على كنيسة واحدة. نقف ضد كل أعمال عدو الخير،
نربط أعمال عدو الخير في اسم يسوع المسيح على كنايسنا وعلى بلدنا، لأنه يأتي الكيبة يفرق. وإحنا جايين يا رب عشان نقولك أنت ابني، ابني عرشك في وسطينا، ابني عرشك في وسطينا. خلينا نقول الصلاة دي مع بعض، ولتبني عرشك بيننا. ارفع صوتك من فضلك، ما ترتلهاش عشان تتعزى الترنيمة دي، لكن صليها، صليها بسلطان. قول له ابني عرشك بيننا، ولتبني عرشك بيننا، ولتبني عرشك بيننا، ولتبني عرشك بيننا، ولتبني عرشك بيننا. روح الله تعالى الآن، ولتبني عرشك بيننا، ولتبني عرشك بيننا. متحدة مش بيوت منقسمة. صعب قوي نصلي من أجل كنيسة واحدة وبيوتنا إحنا منقسمة. عشان كده ارفع إيدك من فضلك على بيتك وعلى بيت تاني أنت عارف أنه منقسم. خلينا ننادي بالإيمان في اسم يسوع المسيح على كل بيوت منقسمة. في اسم يسوع المسيح تأتي بوحدة جديدة، بروح محبة جديدة في وسطينا هذه الأيام. ناخد إيمان يا رب على بيوتنا، فحنصدق على كنايسنا أيضا. أشكرك يا رب إن إحنا واقفين على بيوتنا أيضا، عن عائلاتنا، عن أولادنا، عن أقاربنا، عن أحبائنا في اسم يسوع المسيح. يا رب روح وحدة، روح وحدة جديدة تيجي تشفي يا رب كل المكسور بنا. نشكرك يا رب فعلا، تبني عرشك أيضا يا رب في بيوتنا، وتأتي على كنيستنا كنيسة واحدة، كنيسة واحدة. خلينا نقول مرة تانية، ولتبني عرشك بيننا، لكن خلينا نخص بالإيمان بيتك اللي انت عايز الرب يملك عليه. لو انت بتتحد معانا دلوقتي على الشاشات او على الانترنت وبيتك فيه مشكلة، قول يا رب ابني عرشك في بيتي، وخد ايمان الان انه تتكسر حتة عدو الخير على بيتك، ويأتي الرب بسكيب جديد من المحبة ومن التسامح، ويأتي الرب بحلول من السماء في اسم يسوع المسيح. ولتبني عرشك بيننا، ولتبني عرشك بيننا. روح الله تعالى الآن، ولتبني عرشك بيننا، ولتبني عرشك بيننا، ولتبني عرشك بيننا. روح الله تعالى الآن، يسوع نتوجك، يسوع نتوجك، انت وحدك السيد، نعلن ملكك. هللويا. تعالى الآن في وسطنا، ولتعلو صبحنا تعبدك، تعبدك قلوبنا، يرفعك سجودنا، يلذك تسبيحنا. فتعالى وخذ، فتعالى وخذ مجدك. امين. تفضل استراح. من ضمن مقاومات عدو الخير ان احنا لا نمتلك ما نصلي من اجله بسبب ان الايمان بيسلب منا. احنا عايزين نصلي من اجل هذا النوع من الايمان، عايزين نصلي من اجل الايمان اللي ياخد اللي يطلبه. دي كلمات يسوع المسيح اللي محتاجين نمسكها كده
قدام نفسنا وفي خلواتنا نفتحها قدام يسوع كده نقول له انت قلت الكلام ده مش احنا. في متى 18 19 بيقول واقول لكم ايضا ان اتفق اثنان منكم على الارض في اي شيء يطلبانه فانه يكون لهما من قبل ابي الذي في السماوات. ده حقنا ودي الطلبه اللي يسوع قالها لينا عشان نمارسها. دي الحاجه اللي هو عايز اولاده اللي عايز شعبه اللي عايز كنيسته تاخدها انها تصدق ان اللي ما تطلبه يكون ليها. المره اللي فاتت واخونا اندرو بيقودنا وبيكلم على ازاي ما عبروا نهر الاردن وهم بيتحركوا وهم مصدقين انه الرب ما دام قال لهم هتتحركوا واول ما الكهنه هينزلوا النهر النهر ده هيتشق اتنين. وده اللي حصل. الايمان يا احبائي مش قفزه في الظلام. الايمان مش ان انا اتحدى نفسي واقول كلام عشان ابقى باين ان انا فاهم كل حاجه او جامد قوي. لا، الايمان هو يقين في الحق ويقين في من قال الوعود. عشان كده احنا عايزين ككنيسه نقف ضد كل مقاومه عدو الخير حاططها في مرات بتقرا الكتاب كده وتحس باحباط جواك لانك مش مصدق. احنا مش مصدقين الكلمه. مرات كتير قوي بنبقى واقفين قدام طلبه ربنا عمال يحطها على قلوبنا واحنا مش قادرين نقولها واحنا مصدقين لان عدو الخير بيقاومها جوانا. واحنا عايزين نقف النهارده ونقول لا يا رب احنا عايزين نطلب الطلبات ونمتلك الارض اللي انت اديتها لنا. امين. مين عشان كده خلينا نقف واحنا بنصلي من فضلكم. خلينا نقف في الطلبه دي من فضلك. عايزين نصلي من اجل ايمان جديد في هذه الايام. ايمان ينال ما نطلبه، مش ايمان بس في شخص يسوع المسيح، ايمان في المسيح مات وقام، لكن ايمان انه فيه اعلان جديد ليسوع المسيح هذه الايام على بلدنا مصر، انه في الايام اللي جايه دي واحنا بنحتفل بالعيد، العيد اللي جاي ده مش هيكون احتفال نروح في الكنيسه، لكن ده هيكون اعلان عن الحمل المذبوح، عن الحمل المقام. ده اعلان عن يسوع المسيح اللي جه لكي ما يبذل نفسه. احنا هنصدق ان الطلبه دي اللي احنا بنطلبها وبنصوم وبنصلي هذه الايام احنا مصدقين فيها ان ننالها ككنيسه. مش كده؟ عايزين نتحد بالاسيس عاطف هو بيصلي الطلبه دي عنا. خلينا نتحد بيه هو بيصلي من اجل ايمان جديد لينا في هذه الايام. ايمان من اجل الطلبه اللي احنا نطلبها ككنيسه، اعلان يسوع المسيح في وسطنا يصير في هذه الايام في اسم يسوع. يا رب القدوس نحن ننظر يا رب فنعين مجدك وسلطانك. يا رب عارفين ان الايمان مش منا يا ربنا، ان الايمان انعكاس للاعلان العظيم اللي انت بتعلنه في قلوبنا ان انت حي وانه يا رب في يدك في يدك كل ما اصنيع الامور. يا رب احنا بنصلي لكي نصنع مشيئتنا يا رب كما في السماء كذلك على الارض. يا رب عاوزين نصدقك ان انت يا رب ابتديت فينا عمل صالح هتكمل العمل ده الى يوم يسوع المسيح. يا رب نطلبك يا رب من امور التي لم نجرؤ ان نطلبها من قبل. يا رب نطلبك بفيضان الروح القدس علينا. نطلبك يا رب بوحده عميقه للكنيسه. نطلبك يا رب بانك انت تؤذ الابطال يا رب وتثبتنا في طلب وجهك يا رب طلب وجهك انت وحدك. يا رب نقاوم كل محاوله نعدوه انه يحرق منا الايمان. نصلي يا رب انك انت اللي تضعف فينا روح ايمان لا يستطيع عدوه ان ينزعها منا. انت قلت هذه الغلبه التي تغلب العالم ايماننا. يا رب احنا متمسكين بهذه الغلبه يا رب عالمين انك انت اشتريتها بدمك وجعلتها يا رب لينا لكي نطلبها ونعيشها ونصدقها كل ايام الحياه. فاحنا يا رب انا بصلي نقول واحد منا النهارده يختبر نفعه يا رب في الايمان، وكل واحد منا يا رب يقف في موقف يطلبك يا رب بامور عظيمه انت وحدك نقدر نعملها عشان احنا نتمكن في وسطنا يا رب. امين. امين. زي ما الاسيس عاطف بيقول خلينا واقفين، كل واحد النهارده يختبر دفعه في الايمان. هو في مكانك لو انت عايز يزيد دفعه في حياتك انك تاخدها دلوقتي في اسم يسوع المسيح. قبل ما نقول الترنيمه اللي جايه اللي بتقول شوق السماء اللي فيها صلاه بنقول يا رب انت تشوق السماء. شوق السماء عليا النهارده
شوق السماء عليا النهارده بايمان جديد، شوق السماء على الكنيسه النهارده بايمان جديد، شوق السماء يا رب علينا يا رب بيقين جديد. نشكرك يا رب، نحن يا رب غير ناظرين الى الاشياء التي ترى، لكن ناظرين الى الاشياء التي لا ترى لانها ابديه. في اسم يسوع المسيح يا رب فعلا شوق السماء على حياه كل واحد وكل واحده فينا بايمان جديد يا رب، فعلا نرى المواعيد يا رب فعلا ونمتلكها. ايمان جديد يا رب حياه كل واحد يطلب الطلبات يا رب فتكون لنا. ايمان جديد يوحد الكنيسه دي يا رب وهي مستنياك الايام اللي جايه دي في اعلان جديد عن يسوع المسيح. ايمان جديد يخلينا نقف ضد عدو الخير بلا خوف، واحنا عندنا يا رب سلطان يا رب ان هو مغلوب وتحت الاقدام في اسم يسوع المسيح. يا رب نقله ايمان لكنيستك النهارده، شوق السماء، شوق السماء وانزل الينا. اللي بتشوفه عنينا مش كل الحقيقه، في عالم روحي في السماء وفي لله مشيئة. اللي بتشوفه عنينا مش كل الحقيقة، في عالم روحي في السماء وفي لله مشيئة. بالإيمان صلبنا هتغير التاريخ، تعال يا رب بنطلبك وبنصرخ كل دقيقة. شوق السماء وانزل إلينا في أرضنا من حوالينا، قول كلمتك شعبنا يعرفه. شوق السماء فضلوا استريحوا. في إشعياء 18 والعدد 4، لأنه هكذا قال لي الرب: إني أهدأ وأنظر في مسكني. الرب اللي بيقول إني أهدأ وأنظر في مسكني، كالحر الصافي على البقل. المشهد ده الحر الصافي يعني أشعة الشمس القوية الصافية من غير تراب. البقل اللي هو زراعة البقول، يعني زي الفول والفاصوليا والحاجات دي. ما عشان أنا بقيت مزارع من فترة في وادي النطرون، فالبقول دي كثيفة جدا،
يعني ما هياش زي مثلا القمح او الشعير خفيفة خضرة وغامقة وكثيفة. فهو بيقول الكثافة دي فيها ضلمة احيانا وتحتاج لشمس قوية. فرب يقول اني اهدأ في مسكني، اهدأ في مسكني وانظر الى كالحر الصافي على البقر. اشعة شمس قوية هتنور الحتت الضلمة وهتظهر الحتت اللي فيها غنى وفيها ثمر. كغيم الندى في حر الحصاد. بعد كده مشهد زراعي تاني، الحصاد ده بيبقى في سبتمبر. فلما تكون الدنيا حر قوي وبعدين يجي غيمة وفيها ندى يقدر الحصادين يجمعوا الحصاد. الوعد ده النهاردة لينا كأفراد ولينا كبلد ولينا كأمة حوالينا. فخلينا ننحني كده قدام الرب ونقول له يسوع يزيد في شخصيتي. نسكب كده قدامه قول له يا رب أنا زي ما الترنيمة دي أنت لمستني بيها، يكون لي أحشائك يا رب، يكون لي أحشائك. طلعونا على الشاشة كده بتاعت الفقرة بتاعت أحشائك، إن أنا أكون أحشائك تجاه الآخرين. اسكب في قلوبنا حبك، يكون ليا لينا أحشائك، نبقى إيديك الممدودة قبل ما تصنع آيات وعجائب والكل يعرف اسمك. خلينا نحس بالناس اللي حوالينا. سيب الحر الصافي، سيب أشعة الروح القدس تظهر الغنى اللي في شخصيتك والثمر الموعود في شخصيتك والضلمة اللي جوه شخصيتك أيضا. قول له يسوع يزيد، قول له اديني ان انا احس باللي حواليا، اديني اسمع، اوقد لي اذن للسمع، اديني يكون مش بمد ايدي بمد ايدك. واحيانا عشان امد ايدك احيانا لازم اسكت، احيانا عشان امد ايدك احيانا لازم ما اعملش حاجه خالص، واحيانا لازم اعمل. فانت يا رب ارسل كالحر الصافي على البقر نورك جوه شخصيتي يا رب. هللويا. شوف المواقف الصعبة اللي عديت فيها، الرسائل الصعبة اللي جات لك، عيوب شخصيتك اللي اتكشفت. لو متهيألك ان مفيش عيوب في شخصيتك مفيش حر صافي اشرق عليك. وشوف الثمر العجيب اللي موجود مخبوء جوه شخصيتك ايضا، وقول له يا رب ارسل اشعتك يا رب عليا، ارسل اشعتك عليا يا رب. قول له يا رب ارسل اشعتك، خلي يسوع يمتلك شخصيتي، يزيد في شخصيتي. هاللويا. يا رب اشعتك حرك الصافي يا رب، يدفي قلوبنا يا رب المجروحة، يدفي يا رب الحاجات اللي خبناها منك واللي خبناها عنك، ويظهر يا رب، يظهر يا رب نورك فينا يا رب. هاللويا هاللويا هاللويا. يا رب اثمر انت يا رب، اشكرك من اجل كل ثمر، من اجل كل تغيير. ومع ذلك يا رب اشكرك من اجل ايضا كل ضعف وكل عيب وكل خطأ وكل نقص. روحك يا رب الان ينسكب لكم ايها المتقون، اسمي تشرق شمس البر والشفاء في اجنحتها. هللويا هللويا. اسقط يا رب، اسقط يا رب الاكاذيب اللي بنحبها،
ده طبعي، دي شخصيتي، دي حاجة مش هتتغير فيا. اسقط يا رب الأكاذيب اللي بنحبها، الأكاذيب اللي بتخبي نورك عن إنه يخش جوه البقل، جوه الزرع الكثيف اللي بيشكل. اسم يسوع، استخدم يا رب كل الجروح اللي في الماضي، استخدم يا رب كل المواقف الصعبة اللي عدينا فيها، حتى مواقف الخزي، حتى مواقف الهزيمة، حتى مواقف السقوط. روحك يا رب الآن يقول لنا يا رب هللويا 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 ورتير ورتير هللويا هللويا كل كبرياء زي ما سامي يا رب، كل كبرياء، كل سرعة غضب، كل استعجال واندفاع، كل اندفاعية، كل جبن، كل كسل. اسم يسوع يا رب الآن يرسل روحك يا رب، روح المحبة يا رب، مش الأشعة اللي بتفضح، لكن الأشعة اللي بتدفي وتقبل وتغير. يا رب قوة روحك يا رب، قوة روحك يا سيد، قوة روحك يا رب الآن يا رب. تحرير من عادات، تحرير يا رب، يبدأ مشوار، يبدأ يا رب تحرير من عادات، من عبودية، من إدمان الآن يا رب، تحرير من طرق تفكير يا سيد. روح القدس بيعمل وبيشاور، بيشاور روح القدس بيشاور، وروح القدس لما يشاور انت مش هتخاف حتى وانت ندمان هتكون مطمئن، حتى وانت بتتوب هتكون عندك امل. هللويا، قوة روح القدس الآن تغيير. يا رب اشكرك، يا رب اشكرك، يا رب اشكرك، يا رب اشكرك. ايوه، سيب الامور دي في ايد الروح الان يا رب، وقول له قدني. هللويا، لكن في البقل ثمر، وانت مستغرب، انت مستغرب ازاي كل الثمر ده فيا، وهيزيد وهيتضاعف عشرات، لان الرب يعطي الثمر في وقته، ويقلم الشجرة وينضفها عشان تدي ثمر اكتر. هاللويا. خلينا نقول العدد ده تاني واحنا قاعدين في روح الصلاة، نقوله يكون لينا أحشائك. لا، اللي بعديها يكون لينا أحشائك، نبقى أديك الممدودة. نطلب اللي في قلبك، في بلدنا تتم مشيتك، وللي مت عشانهم اسكت في قلوبنا حبك. نطلب اللي في قلبك، في بلدنا تتم مشيتك، وللي مت عشانهم اسكت في قلوبنا حبك. يكون لينا أحشاك، يبقى ايديك الممدودة، نصنع آيات بأيديك الممدودة، اصنع آيات وعجائب. لك المجد يا رب، لك المجد، لك المجد. تعالى له زي ما انت، وقول كل يوم هتمسك بيك، وكل يوم
كل يوم العيوب اللي أنا حطيتها قدامك دلوقتي، ثلاثة أو أربع عيوب كل واحد حطها قدام الرب، كل يوم هتتغير قدامك، وكل يوم هطلب يسوع يبان فيا، هطلب يسوع يبان فيا، اسم يسوع، هاللويا هاللويا هاللويا. لكن الإصحاح ده، الإصحاح ده قبل الإصحاح بتاع إشعياء 19 اللي عن مصر، والإصحاح ده الحقيقة نبوءة عن السودان. السودان بتعدي في مفترق طرق جامد جدا، النبوءة دي فيها كذا نقطة مهمة. يا أرض حفيف الأجنحة التي في عبر أنهار كوش المرسلة رسلا في البحر وفي قوارب من البرد على وجه المياه، اذهبوا أيها الرسل السريعون إلى أمة طويلة وجرداء، إلى شعب مخوف منذ كان فصاعدا، أمة قوة وشدة ودوس. أول رسالة إنه هذا الشعب شعب قوي، شعب مهوب، شعب محترم، شعب مبجل، وإن كان ناس كثيرة يعني عندها توجه عنصري أو توجه استعلاء على سمر البشرة، إلا أنه الرب بيقول دي أمة مخوفة، أمة مهوبة، شعب قوة وداوس، شعب مخوف، أمة قوة وشدة وداوس. قد خرقت الأنهار أرضها، يعني أرضها مليانة أنهار. السودان من أغنى مناطق العالم، ومع ذلك ضربات متتالية وظلم متتالي وقع على هذا الشعب جعله فقيرا. الناس اللي سقطت في الحروب الداخلية جوه السودان في العشرين سنة اللي فاتت يقدر عددها أي حتة ما بين مليون واثنين مليون في العشرين سنة اللي فاتت، بس 300,000 في دارفور بس سقطوا ماتوا، أكتر كل اللي سقطوا ما بين في الحرب ما بين العرب وإسرائيل من 48 لدلوقتي 200,000، دارفور 300,000 ماتوا. تعرض شعب، تعرض لمجاعات، ورغم ان ارضه بتتزرع لوحدها، يعني لو حد بس جرب يزرع هتتزرع. خلينا نصلي من اجل السودان في اللحظة الحاسمة دي، اللي فيه نظام فاسد وطاغي بيسقط ومعرض لاي حاجة تحصل دلوقتي، معرض ل ديكتاتورية تانية، فساد تاني، أنظمة إرهابية، معرض لأي حاجة. إنما إحنا عايزين نرفع إيدينا تجاه السودان ونقول يا رب أشكرك من أجل الثروة اللي هناك، أشكرك من أجل الشعب المهوب المخوف المبجل. نقوم نوقف كلنا ونرفع إيدينا تجاه السودان، قول يا رب، نصلي كلنا في نفس واحد لهذا الشعب، قول يا رب ارسل كالحر الصافي فعلا يا رب، يا رب اجبر الكسور، يا رب اصنع امور عجيبة جدا، يا رب اصنع وعود عجيبة جدا، يا رب اصنع مجد عجيب جدا، يا رب لك المجد، لك المجد، لك المجد، هاللويا. ادي يا رب رخاء، ادي يا رب كرامة، ادي يا رب حرية، ادي يا رب تقدم، ادي يا رب كل الوعود، كل الوعود يا رب للشعب ده في اللحظة دي، لتكن هذه الأيام نقلة يا رب حقيقية، نقلة حقيقية يا رب في السودان، نقلة حقيقية في السودان يا رب، في اسم المسيح يا رب، في اسم المسيح يا رب. خلي يا رب الشعب ده ينال يا رب الصراخ اللي صرخ يا رب من أجل الحرية والكرامة، من أجل رفض الظلم، من أجل رفض الإفقار اللي سقط عليه يا رب. كلنا نصلي بإيمان، نرفع إيدينا بإيمان للشعب ده، هاللويا. خلينا وإحنا واقفين دلوقتي نتمسك بوعد، بوعد، بوعد للرب، نتمسك من 20 سنة حصلت مذبحة جنوب السودان في بلد اسمها رواندا، ومئات الألاف اتذبحوا في يوم واحد،
وبعدين الناس صلت وبعدين الناس اتحركت وبعدين الناس اشتغلت. النهاردة رواندا معجزة في النمو، معجزة في الرخاء، معجزة في الكرامة. خلينا نسأل معجزة مماثلة في السودان الآن في اسم يسوع المسيح يا رب. هناك يا رب استخدم يا رب الثروات دي لخير الشعب ده، استخدم يا رب الأشواق دي لبناء الشعب ده. كرر يا رب المعجزات دي في جنوب السودان، في شمال السودان، في شعب يا رب كله محتاج لك. اكسر يا رب، اكسر يا رب كل أرواح تفرخ وانقسام، اكسر يا رب كل فساد، كل انقسام يا رب. اصنع، اصنع يا رب بشعبك لطف، اصنع بشعبك رحمة، اصنع بشعبك يا رب. الايام دي، الايام دي يا رب اصنع شيء فارق يا رب، فارق في السودان يا رب الايام دي باسم المسيح، باسم يسوع، باسم يسوع. هاللويا، 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 امين. والموضوع ده، الموضوع ده بيأثر على بلدنا برضو، الموضوع ده بيأثر على بلدنا. خلينا نصلي حماية لبلدنا من أي اضطراب ممكن يجي لنا من السودان، وأمل لبلدنا من أجل، من أجل كل تقدم ممكن يحصل في السودان، وحماية لبلدنا من كل فساد، من كل ديكتاتورية، من كل إرهاب، وتقدم لبلدنا ورخاء لبلدنا وكرامة وحرية لبلدنا باسم يسوع، باسم يسوع. تجاه مصر مرة تانية ونطلب بركة على مصر. هللويا، هللويا، قوة، هللويا في اسم يسوع، اسم يسوع. أخونا، أخونا يقودنا، أخونا يا رب. النهاردة يا رب بنطلب يا رب لأجل بلدك مصر، تعالى يا رب النهاردة، ودي حكمة يا رب لحكامها يا رب، تعالى يا رب ودي نزاهة يا رب، نزاهة وإنصاف يا رب للي موجودين يا رب في مراكز قيادية يا رب. بصلي يا رب إنك يا رب تسد يا رب كل يا رب ببان يا رب قد تتفتح على بلدنا بسوء يا رب من اللي بيحصل في السودان يا رب. يا رب أنا بصلي يا رب لأجل يا رب حماية على الحدود، حماية يا رب للشعب، حماية للاقتصاد يا رب. أنا بصلي كمان يا رب وكل خير يا رب يعم على السودان ويكون يا رب مردوده هنا في مصر يا رب في بلدنا. يا رب أنا بصلي يا رب لمصر يا رب نهضة، نهضة يا رب مش بس في الاقتصاد يا رب، ومش بس يا رب في السياسة يا رب والعمل يا رب، لكن بصلي كمان يا رب في معرفة اسمك يكون يا رب نور بيخرج يا رب من بلدنا للشعب ده، من نور من الكنيسة للشعب يا رب، ونور يا رب من بلدنا للبلاد يا رب اللي حواليها يا رب. أشكرك يا رب لأنك يا رب بلدنا مصر يا رب هي بلدك يا رب، وقلبك عليها انت باركتها يا رب، وهتباركها وهتظل يا رب بلدنا يا رب مباركة في اسم يسوع. تفضلوا استريحوا. وعد تاني موجود لأرض كوش، وهو مباشرة مكرر في أشعة 19 العدد 7، يقول في ذلك اليوم تقدم هدية لرب الجنود، تقدم هدية لرب الجنود من شعب طويل وأجرد ومن شعب مخوف منذ كان فصاعدا. الشعب ده يعني ذات أمة ذات قوة وشدة ودوس، خلقت الأنهار أو أرضها إلى موضع، الهدية تقدم إلى موضع اسم رب الجنود جبل صهيون. نهضة روحية، نهضة، انتعاش روحي، ذبائح تسبيح، تقدمة مجد إلى موضع اسم رب الجنود. هو في أشعياء ما كانش يعرف ان اسم رب الجنود هو يسوع المسيح لك المجد، لكن احنا نعرف الوعد ده ان رب الجنود هو يسوع المسيح الناصري، وانه يخرج لا بجنود أسلحة ولا بجنود جيوش أرضية، لكن يخرج في جنود التسبيح، في جنود الصلاة، في جنود الهتاف، في جنود التواضع، الوداع، الودعاء يرثون الأرض. خلونا نصلي من أجل نهضة روحية تبدأ في السودان وتأتي إلى مصر، إلى انتعاش روحي، إلى عمل عجيب لمجد الرب. خلونا كل اتنين جنب بعض يصلوا مع بعض. هللويا لك المجد، هللويا لك المجد. يا رب كل اضطراب في منطقتنا يتحول يا رب للخير، كل يا رب أشواق، أشواق يا رب للتغيير تتحول يا رب للمجد، كل يا رب أقنعة وأصنام بتسقط، تسقط معها يا رب
كل أشكال التدين الزائف وكل أشكال التدين الانتهازي وكل أشكال التدين المتزمت وكل أشكال التدين الفارغ من الحياة إلى فرح الرب، إلى بهجة الرب، إلى حضور الرب العجيب في القلوب والنفوس. اصنع يا رب حياة، اصنع يا رب تغيير، اصنع يا رب حياة وتغيير حقيقي يا رب في النفوس والأرواح من كل الطرق، من كل الطرق. لك المجد يا رب، لك المجد. هاللويا هاللويا هاللويا. مجدا ليك يا رب، مجدا ليك. هللويا. اشكرك يا رب، اشكرك يا رب. هللويا. لك المجد والكرامه. اشكرك يا رب، اشكرك يا رب. هللويا هللويا. البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، أنا إله إسرائيل لا أتركهم. أفتح على الهضاب أنهارا وفي وسط البقاع ينابيع، أجعل القفر أجمد ماء والأرض اليابسة مفاجر مياه. أجعل في البرية الأرز والصنت والآس وشجرة الزيت، أضع في البادية الثرو والسنديان والشربين معا، لكي ينظروا ويعرفوا ويتنبهوا ويتأملوا معا أن يد الرب فعلت، أن يد الرب فعلت هذا، وقدوس إسرائيل أبدعه. هاللويا هاللويا هاللويا. قول مرة تانية يا اللي ليك كل الأرض وبنرفع لك التسبيح. يا اللي ليك كل الأرض وبنرفع لك التسبيح، نعلن عن نصرتنا فيك هي في دم المسيح. يا اللي ليك كل الأرض وبنرفع لك التسبيح، نعلن عن نصرتنا فيك هي في دم المسيح. ده في أرضينا هيعلى ويعلى جلالك فوق الكون، مجدك ده في وسطينا هيظهر بك رح نهدم كل حصون. حقك ده في أرضينا هيعلى جلالك فوق الكون، مجدك ده في وسطينا هيظهر بك رح نهدم كل حصون. ياللي ليك كل الأرض وبنرفع لك التسبيح، نعلن عن نصرتنا فيه هي في دم المسيح. ياللي ليك كل الأرض وبنرفع لك التسبيح، نعلن عن نصرتنا فيه هي في دم المسيح. دخل نهتف وبأغانينا دخل حربنا بالتسبيح، نعلن قوة دم فدينا وقوة الجنب الجائين. أغانينا دخل حربنا بالتسبيح، نعلن قوة دم فدينا وقوة الجنب الجائين. ياللي ليك كل الأرض وبنرفع لك التسبيح، نعلن عن نصرتنا فيه هي في دم المسيح. ياللي ليك كل الأرض وبنرفع لك التسبيح، نعلن عن نصرتنا فيه هي في دم المسيح. يا رب أشكرك لأنك أنت ترسل بناتك وأولادك يا رب إلى أبواب مغلقة فتنفتح. يا رب ترسل بناتك وأولادك يا رب بقوة مسحة، بقوة مسحة يا رب، تفتح الأبواب المغلقة وتفجر ينابيع في القفر، وكل قوة العدو لا تقدر عليه. لك المجد يا رب، لك المجد، لك المجد. هاللويا. كل واحد حاسس ان في قدامه في خدمته، في حياته الشخصية، في حياته الأسرية، يعني عائق، مقاومة، تهديد، خطر من عدو الخير، يرفع ايده لفوق ويحط ده قدام الرب. هللويا هللويا. غمض عينك كده وافتح عيونك الداخلية، قول له يا رب وعدك ده
كل مقاومة تسقط، الأبواب المغلقة تنفتح، كل تهديد للعدو يوضع عند قدمي الرب. هاللويا هاللويا. يا رب الأبواب مش اللي أنا عايز أفتحها، اللي أنت عايز تفتحها تتفتح. هاللويا. الصعاب اللي أنت عايزني أدوس عليها أنت رب اللي تمهدها تحت قدمي. قد جعلتك نورجا جديدا محددا ذا أسنان فتدوس الجبال كالعصافة. لك المجد يا رب، لك المجد. هاللويا هاللويا هاللويا. مبارك اسمك، مبارك اسمك. تفتح يا رب، تفتح يا رب، ولا أحد يغلق، تغلق ولا أحد يفتح. لك المجد. يفتح وليس من يغلق، يأمر فيهرب أعداؤه، وتقفز الجبال من أمامي، وتقفز الجبال من أمامه. يفتح وليس من يغلق، يأمر فيهرب أعداؤه، وتقفز الجبال من وتقفز الجبال من أمامه. كالصور جعل جبالا، أصلاب من كل أعدائنا، أنجحنا فمن يعرفنا من مجد إلى مجد دوما. كالصور فتح السماء، قد فتح السماء لنا، أعرب عزينا، نسأل أمطاره فيجيبنا، نسأل أمطاره فيجيبنا. يقول يا رمادي من أمل بي، وأجعل عليه من هيبتي، أغير الأوقات هللويا هللويا هللويا. عندنا طلبات صلاة كتير مطلوبة دلوقتي، خلونا نرفع ايدينا كمان في سرنا كده ونصلي بالروح لطلبات مش هنقدر نقراها كلها، لكن ناس معرضة للظلم الرب يرفع الظلم ده. امراض الان تشفى، امراض الان تشفى بقوة الروح القدس. هللويا هللويا. إزالة أورام من الجسد، إزالة مرارة بروح حياة جديدة. لك المجد. إرشاد 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 في ارتباط، إرشاد في أشغال، إرشاد في مكان الخدمة والحياة. الرب يرشد بعمود نار في الليل، عمود دخان في النهار. اسم يسوع، اسم يسوع. ارفع يا رب كل مرارة. هاللويا هاللويا هاللويا
هللويا. تحرير يا رب الآن، تحرير، إطلاق، إطلاق من قيود. هللويا. تقيم يا رب على صخرة أرجل، أرجل، أرجل أولادك وبناتك. انتظارا انتظرت الرب فمال إلي وسمع صراخي وأنقذني من جب الهلاك من طين الحمأتي، وأقام على صخرة رجلي، ثبت، ثبت خطواتي. لك المجد، لك المجد. انتظارا انتظرت الرب، انتظارا انتظرت الرب فمال إلي. هاللويا، هاللويا. وشعبك هنا معهم بصلي ومستنيه.
غنى مهما كان الحال هتقدر يلي بتشق البحور مهما كان على الأرض ضلمة السماء مليانة نور مهما كان الحال هتقدر يلي بتشق البحور مهما كان على الأرض ضلمة السماء مليانة نور زي ما جالك نحمية بالبكاء ونادى عليك كلنا جايين بنصرخ يا يسوع مد إيديك بارك بلادي بارك بلادي يا سامع الصلاة في قلوب كل البشر تحيا تنطع تنحنينا تعترف باسمك يا فادي روحك القدوس يجمع العظام من كل وادي تحيا تنطع تنحنينا تعترف باسمك يا فادي في الصليب بطرح ذنوبي ذنب آبائي رحيم القلب اغفر واستمع لأرواح بلادي بارك بلادي بارك بلادي يا سامع الصلاة في قلوب كل البشر بارك بلادي بارك بلادي صراخ قلوبنا وارسل لينا المطر في الخيام يا على هتفنا نرفع العلم السماوي الرب بيجهز نفوسنا والعدو وجرابه خاوي في الخيام يا على هتفنا نرفع العلم السماوي الرب بيجهز نفوسنا والعدو وجراب وخاوي ينهض النايم ويسمع النداء انتم شهودي وكلنا من قلب واحد نطلبك بارك بلادي بارك بلادي بارك بلادي يا عايزين الصلاة دي والترنيمة دي ما تبقاش ترنيمة بنقولها يوم الاثنين لكن تبقى صلاة بنصليها كل يوم نقوله بارك مصر يا رب بارك مصر والبركة الحقيقة انك تصنع ما في قلبك يا رب تخرج الشعب ده للنور وللحرية امين نصلي الصلاة دي في قلبي نصلي صلاة تاني قبل ما نختم الاجتماع نفسي نصلي لكل المشاهدين اللي بيتفرجوا على اجتماع الصلاة اللي في استراليا واللي في كندا واللي في امريكا واللي في السعودية واللي في اليمن واللي في السودان واللي في سوريا واللي في لبنان عايزين مش قادرين يبقوا معانا بس عايزين نصلي لهم وهم قاعدين امام الشاشات تقول له يا رب باركهم وصلي صلي معايا كده خلينا كلنا نصلي يا رب انا بصلي من اجل كل المشاهدين في كل مكان في العالم يا رب في الاماكن المقفولة والاماكن المفتوحة انا بصلي تصلي فيهم بالروح القدس يا رب
كانوا يتمنوا يبقوا موجودين معانا، لكن احنا بنصلي يا رب انت تديهم، تدينا وتديهم روح واحد يا رب، تسقينا روحا واحدا يا رب. انا بصلي تباركهم في البلاد اللي هم فيها، وتبارك البلاد اللي هم موجودين فيها يا رب، تصنع نهضة يا رب، وتغير وجه الارض بسبب مؤمنين موجودين في كل مكان في العالم يا رب. انا بصلي للمنطقة بتاعتنا بالكامل يا رب، لكل المؤمنين في العالم العربي والميدل ايست يا رب. انا بصلي فعلا استخدم المؤمنين دول لنهضة البلاد دي باسم المسيح يا رب. تعال بالمطر المبكر والمتأخر، احنا بنحبك يا رب وعايزينك تأتي الينا ومنتظرينك. تعمل تغير الأزمنة والأوقات الأيام دي، مال تغير في الجزائر يا رب، وبتغير في السودان، عمال تقلب وتشقلب حاجات كثيرة. ملكوتك يأتي يا رب، ملكوتك يأتي، ليأتي ملكوتك يا رب على البلاد العربية، ليأتي ملكوتك على البلاد العربية، ليأتي ملكوتك على العالم بأجمع يا رب. احنا بنشكرك، منتظرينك يا رب. اسمعنا واحنا ندعوك بالشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، فلنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. وإله السلام يعطيكم السلام من كل جهة، نعمة ربنا مخلصنا يسوع المسيح، محبة الله الآب، شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم وتدوم فيكم من الآن وإلى الأبد أمين.